السلام عليكم أيها الشعب المفلس الحزين ورحمة الله وبركاته. أنا مصدوم مصدوم من قريت إن فيه أكثر من تريليون ريال أخفاها الدب الداشر أبو سروالين، ما خذا له سنة ونص في السلطة وطار من خزينة الدولة أكثر من تريليون ريال. تدرون وش معنى تريليون؟ تريليون يعني 1000 مليار، والمليار 1000 مليون ريال. هالتريليون المختفي في كرشة ملعون الوالدين حمودي ولد سلمانكو، تدرون وش ممكن يسوي لكم يا أيها الشعب المفلس الحزين؟ هالتريليون يبني لكم دولة، هالتريليون يبني لكم 3 ملايين وحدة سكنية، يعني يحل كل مشكلة الإسكان في المهلكة. هالتريليون لو وزعوه عليكم يا مساعدين يصير نصيب كل واحد منكم أكثر من 5 ملايين ريال، يعني يقدر كل واحد منكم بهال5 ملايين ريال يقدر يبني له فيلا ويشتري سيارة ويتزوج وحدة، ولو يبي يتزوج ثنتين يقدر بعد بدون ما يلمس هللة من ملايين زوجاته. تتصورون يا مساعدين إن هذه الفلوس اللي ممكن تريحكم كل أبوكم بلعها شخص واحد تافه صبي حقير اسمه محمد سلمان على المرتبة 6 وحاط له لحية عشان يقول إن عمره كبير. هالدب الداشر أبو سروالين ما كفاه إنه أخفى له تريليون ريال، جوكم وحط عليكم ضرائب ورسوم على الماء والكهرباء والبنزين، وفوقها خفض رواتبكم وألغى بدلاتكم وعلاواتكم، وقبلها منع عيالكم من الابتعاث والميزانية شفطها وراح بعد يتسلف من برا باسمكم. يعني هو يتسلف وأنتوا اللي تدفعون. حتى لو سقط هالدب الداشر وراح حكمه لسعود أنتوا بتسددون قيمة بطر ولد سلمانكم. حنا كنا زعلانين على الفلوس اللي يصرفها على بنت كارديشيان وعلى الملايين اللي يلعب بها في المالديف ويشتري بها يخوت. حنا غلطانين، يا ليتنا ما تحرشنا بذا الدب الداشر. يا اخوي خلاص، الشعب مستعد يدفع لك قيمة سهرتك مع بنت كارديشيان لمدة سنة قدامي يا اخوي، والشعب بعد مستعد يشتري لك يخوت زيادة على اللي عندك، ومستعد بعد يعمر لك قصور في اي مكان. بس رجع التريليون، رجع التريليون يا حمودي. لا، وطالع لنا واحد من المطاوعة يقول إن حمودي محمد بن سلمان بنى مسجد. لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. السؤال اللي يسدح نفسه، أنت يا حمودي ناقصك شيء؟ قصور ويخوت عندك، طيارات خاصة وعندك، مناصب عندك، ما حد عنده مناصب قد اللي عندك، مليارات الدولارات عندك، بابا وماما عندك، ليش تتسلط على لقمة عيش هالشعب وتنهبها كل أبوها؟ أنا أطلب السموحة من عزوزي ابن أبيه، مسكين 4 مرات وأنا أجلده، ظنيت إنه الحرامي الأكبر عنده 10 مليار دولار، طلع عزوز هذا شحاذ وفقير مقارنة مع أبو سروالين الدب الداشر. الدب الداشر هذا ما يشبع. وأنت يا شعبنا المسعود الفقير الحزين، أنا من يوم اللي طلع لنا هذا الدب الداشر برويته قلت لكم هذا الداشر لص وحرامي كبير لا تصدقونه، قلت لكم إن الغرض من رؤيته شفط اللي في جيوبكم. ذا الحين طلع كلامي صحيح ولا لا؟ تقعدون تتفرجون على هذا الصعلوك وهو ينهب حلالكم ويقضي على مستقبلكم ومستقبل عيالكم؟ إذا بتكملون تتفرجون عليه لا تلومون إلا أنفسكم، بس إذا فيكم واحد حي يوقف ما يدفع ضرائب لهالدب الداشر، والله لو هذا الدب الداشر في بنغلاديش إن يسحبونه للمحاكم على وجهه على سواياه اللي يسويها.
وما فيها ليس كذلك اليوم، لأني جاي زعلان حتى الحلاقة ما حلقت. يلا بس روحوا عني، أثبتوا لي إنكم رجال وبعدين أقول لكم أليس كذلك. أليس كذلك يا شعبنا المسعود العظيم؟ واضغطوا لايك وسبسكرايب، شلوا مع أصحابكم وقولوا للدب الداشر رجع التريليون يا ابن الكلب. ولو أشوف هذا الدب الداشر حرام بالله يا العقال هذا أني تقطع على ظهره وعلى وجهه القبيح، لعنة الله عليه وعلى والديه وعلى من يسكت عليه.